كشف المعارض القطري وخالد الهيل عن فرض معظم الشركات الأجنبية شروطا صارمة على المشروعات مع قطر في أعقاب المقاطعة العربية لنظام دوحة. وأوضح الهيل عبر حسابه على تويتر أن الحكومة القطرية تأخرت في صرف دفعات المطلوبة لهذه الشركات قبل الأزمة، ما أدى إلى انعدام الثقة. كما طلبت الشركات رفع سقف مطالب التأمين وضمانات بنكية تغطي سقف المشروع كاملا حتى الانتهاء، والتأمين على المعدات والآليات والمنشآت وحقوق العمال.